اهلا بيكم في بودكاست كفايه بقى. البودكاست ده يا جماعه غير مناسب لاصحاب القلوب الضعيفه اللي هو دايما بيحس انهم اوفندد بسرعه، بيزعلوا من ابسط الحاجات اللي هم غالبا بيبقوا فيجنز، لان البودكاست ده اوفنسيف ومش بيراعي مشاعر ولا بيعمل حساب لاي حد. البودكاست ده كمان نقدر نعتبره كده ايه، بلس 18، يعني انا قاعد بتكلم اكني قاعد بتكلم على القهوه مع صحابي. فلو انت بقى او انت او اي حد من اللي حواليكوا هيتخض لو سمع الفاظ معينه، هيتضايق من مواضيع معينه، اذا هذه البودكاست غير مناسبه لسعاده حضرتك. انما اذروايز انجوي ذا رايد. اهلا بيكم في حلقه جديده من بودكاستكم المفاكينج فضل كفايه بقى، with your favorite fucking host ever علي الشيخ. عاملين ايه يا جماعه؟ دايما بحب ابدا البدايه الحلوه دي لان فعلا ببقى عايز اسال عليكم حقيقي، يعني لان احنا بنعيش في ظروف صعبه عامه، فلازم اطمن كده كده حتى لو مش بتلقى رد، بس انتوا احساسي بيوصل لكم اكيد. عاملين ايه يا جماعه؟ بجد بجد من قلبي زي بالظبط انس بخش، ولا اسمه انس بخش، اسمه غريب قوي برده، انس بخش. اتمنى تكونوا بخير، كيف حالكم؟ بصراحه كيف حالكم؟ اتمنى تكونوا بخير والدنيا معديه والظروف صعبه، بس يعني ايه، الحمد لله. واهم حاجه ان هي مسطوره. ندخل في الموضوع الحلقه على طول. احنا يا جماعه الحلقه اللي فاتت اتكلمنا على كونسبت الرياضه كرياضه، ليه الانسان لعب رياضه، وازاي فشخنا هذه الرياضه، ان هي بدات كحاجه عشان بس نحافظ على جسمنا، قلبت بقى لحاجه فيها تقيس الدنيا كله، وتحول بقى الموضوع ايه للسياسه، وده اداله كارت اصفر ليه، ومش عارف ده حب مين ايه، وده راح نادي ايه ليه، وخطط واتنين اربعه اتنين، ولما اللعيب ده ينزل قوم جاي منزل له لعيب تاني يفضل ماسكه. ده بتوصل لمرحله يا جماعه ان في لعيبه بتنزل، وابو تريكه مره حصل له الحوار ده في الاهلي، مره مش فاكر بنلعب مين، في لعيب من الفرقه الثانيه نزل مخصوص عشان يكسر ابو تريكه. اتفاهمين الرياضه وصلت للوساخه وصلت لايه؟ لعيب بيلعب يا عم، انت كنت ممكن تضيع مستقبله لولا ان هو ابو تريكه الحمد لله رجع تاني واقف على رجليه. بس في لعيبه، يعني مثلا في زمان في ماتش رينجرز ضد سلتك، في حارس مرمى قتل مهاجم، هيز فاكينج ديد يا ابن الو. انتوا فاهمين يعني ايه يا جماعه؟ دي رياضه، احنا جايين نهرج. يعني الرياضه انا بالنسبه لي حتى لو كره القدم اللي هي اللعبه الاكثر جماهيريا، انا في الاخر جاي اعمل ايه؟ انا جاي اهزر يا جماعه. عملنا لها بطوله بطولات وبتاع عشان نحمس نفسنا وبتاع والكلام ده، بس في الاخر احنا جايين نعمل ايه؟ حتى بقول لك انا نازل العب، ده بيلعب كوره، اللي هو يا جماعه ليه حولناها لكده؟ وفي نظام بقى اللي هو ايه، لا بقول لك ايه، انت تعمل حسابك، انت واخد انذار الماتش اللي فات، لازم تنزل الماتش ده، لازم تاخد انذار عشان تغيب الماتش اللي جاي، فتلعب ماتش الزمالك اللي هو الماتش اللي بعد اللي جاي. احنا بنتحايل على القانون ليه؟ وينزل فعلا يكسر لعيب عشان ياخد انذار ويفوت ويلعب ماتش الزمالك اللي هو ايه يا جماعه؟ ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ وفي طبعا التعقيد بتاع اللي هو انا بلعب ماتش فانا كسبان فابتدى ضيع وقت. يا جماعه والله العظيم وابتدى ايه ده؟ طبعا نظام ايه، دول شمال افريقيا، الجزائر بقى وتونس والحاجات الحلوه والمغرب والكلام ده، يدخلوا فيه الجون، تلاقي اللعيب سبحان الله جاله بيريود في الملعب. رجلي ايه يا ابن ما انت كنت اسد، ما انت كنت بطل، ما انت كنت جامد من خمس دقايق، ويقعدوا اللعيبه كلهم ايه يا ابن في ايه، ما تقوم على استرجل ولا العب، انت بتعملوا ايه؟ ليه وصلنا الرياضه؟ طب ما نقفل ديك ابوها وخلاص، ونكتفي بس بحجز الملاعب اللي بتاع، ونلعب احنا كره ما بيننا وبين بعضنا وخلاص. انما نوصل الموضوع لان انت في شعب كامل دمه بيتحرق عشان في الفرقه الثانيه عايزه، طب ما العب راجل واكسب، دخل جون كمان فيا، انما عشان خايف انا ادخل جون فبتبتدي تبوظ الماتش. ايه يا جماعه المنطق ابن اللي احنا ماشيين بيه ده؟ وده كمان يرجعنا لمقوله العقل السليم في الجسم السليم. ده ازاي؟ طبعا لو انت مثلا فور اكزامبل بتلعب رياضه ملهاش هدف، اللي هو لو انت مثلا بتخش الجيم، بتلعب كروس فيت، بتروح اجنايت، بتروح موف، بتروح بي فيت، اللي هو ايه، انا رايح احافظ على جسمي. انا بجد انا بحترم الناس دي جدا، رغم ان انا طبعا عندي اعتراضات كتير جدا على بعض من الرياضات دي، بس تمام 100 100، انت رايح لمبدا ان انا بجد احافظ على جسمي، انا مش عايز اي حاجه من اي حد، مفيش بطولات. بس دلوقتي يا جماعه الموضوع ابتدى يوصل لمرحله، يعني انا دلوقتي مخلف، انا الموضوع ستريسفل جدا بالنسبه لي، انا من ابني عنده سنتين انا بفكر وستريسد جدا من فكره انا هلعب ابني ايه، انا متوتر جدا، هلعبه ايه يا جماعه؟ طب هلعبه حاجه مارشال ارتس وكاراتيه وبتاع، ولا كوره وباسكت؟ انا متوتر، طب هو هيحب ايه؟ ولا لعبه لعبه فيها مضارب سكواش ولا تنس؟ في توتر، ولا لسه بيشخ على بس داغه في السرير وهو لسه عنده سنتين بيلبس بامبرز، انا متوتر فشخ، انا هلعبه ايه لما يكبر؟ شفتوا وصلتونا لايه؟ وتيجي مثلا ايه، الولد عنده خمس سنين تيجي تلعبه جمباز، والله العظيم وبتحصل، فالمدرس يقول لك ده عنده
كام سنه؟ تقول له 5 سنين، يقول لك لا خلاص كبر. كبر ايه؟ انا ابني لسه مش بيعرف ينطق سوبر ماركت، انا ابني لسه طفل يا ولاد. كبر ايه يا جماعه؟ كبر ايه يا حبيبي؟ ده لسه عنده 5 سنين. انتوا وصلتوا الموضوع ان الولد كبر ليه يا حبايبي؟ ليه المنافسه خلاص يعني؟ الولد خلاص قال لك لا 5 سنين، لا ده كبر خلاص، ده ما كبر. طبعا الواد يدخل فريق، فانت تقعد تتفرج عليه في التمرين، فتحس كده ايه للحظه ان خابوجي ابن طنط مي الملف احسن من ابني في التايكوندو. فتبتدي انت بقى لا انا مش هخلي خابوجيخ، انا بحب طبعا طنط مي الملف جدا بس ماليش دعوه برضه، ده ابني يعني، فمش هينفع خابوجيخ يبقى احسن من ابني. في اهالي ابتدوا يدوا عيالهم دروس خصوصيه في الرياضه، انتوا فاهمين الموضوع وصل لايه؟ اللي هو يلا بقى خلاص اتمرنت، يلا بقى نروح نحل مسائل، فاهم انت؟ عشان ينجح في الامتحان، يعرف يعمل الكاتا الاولى وهو يحفظها. اللي هو يا جماعه ايه ده ايه ده ايه ده؟ الموضوع بقى في حته بنت خرجنا بره اطار فكره التريض، احافظ على جسمي، يعني فعلا خرجنا بره اطار جمله العقل السليم في الجسم السليم، بقى العقل الوسخ في الجسم ابن بتوصل لمرحله لازم اعور اللي جنبي ده، اعوره عشان اعرف اكسبه في الاخر. وبنشوف ده، بنشوف كتير جدا الموضوع ده مثلا ايه في الماتشات مثلا البوكس، يبقى مثلا في لعيب عارف ان ده مثلا كتفه مكسور، التركوه مكسوره، فيقعد يضربه في كتفه طول الماء، اللي هو ده انت مش انسان يلا، انت وصلت لمرحله ان انت you are dehumanizing الانسان اللي قدامك يا ابن الوقت. الموضوع خرج تماما بره اطار الرياضة. الموضوع من ساعة ما بقى انا بشتغل رياضة مش بلعب رياضة، الدنيا باظت يا جماعة والله العظيم. الموضوع كان لازم يفضل في حتة انا بلعب رياضة، انما بشتغل رياضة وباخد فلوس باظت حاجة خرى. تعالوا بقى نتكلم عنها، سيبكم بقى من الكرة، تعالوا نتكلم على فكرة الرياضة عامة. والله العظيم يا جماعة لما جيت حللتها لقيت ان الرياضة عامة كفكرة طفولية فشخ، يعني كفكرة، يعني لو جينا حللنا الرياضات عامة تحسوا ان في 2 أطفال عملوها، بس الموضوع قلب جد والله العظيم. يعني تعالوا معايا مثلا ايه، طبعا دي مش معلومات انا بقول لكم برده، دي حاجه فيكشن انا كاتبها يعني. طيب تعالوا مثلا لعب كوره، فالولد هو بيلعب حاسس اني يا بابي بودي بارت بودج، بابي انا رجلي وجعتني قوي، خلاص يا حبيبي امسك الكوره في ايدك. طب ده هنسميه هاند بول، مفيش مشكله خلاص اتس اوكي، امسك الكوره في ايدك كده. بابي انا ماسك الكوره بقالي كتير. طب يا حبيبي خلاص مفيش مشكله، نططها على الارض، يعني نططها على الارض وخلاص ما تمسكهاش في ايدك يعني. طب دي هنسميها ايه؟ وقت هنسميها باسكت بول، خلاص هنسميها باسكت بول. بعد شويه في حد من الاهالي بقى يا شباب الكور والتغبيط على الارض، طب ما يعني لا لا، طب ايوه هنعمل ايه؟ طب ايه رايكم بقى ان اللي هيلمس الكره الارض يبقى ابن 60 طب نعمل ايه؟ هنقلنا فولي يا جماعه، خلينا في الفولي خلاص. ففي بوجي طلع قال لك طب انا اصلا مش عايز اوسخ ايدي في الفولي حتى، يعني انا مش عايز اوسخ ايدي. طب خلاص احنا مش هنخليك تلمس الكره بايدك، امال هتعمل ايه؟ خد مضرب والعب تنس بجد. ففي ام قفشت، بوجي تعمل ايه بره؟ خش اوضتك يا مامي، بلعب تنس، خش اوضتك. طيب دخل اوضته الولا لسه عايز يلعب، هيعمل ايه؟ هيلعب سكواش، وعملوا سكواش، قعد هو واخوه يلعبوا سكواش، ويعني في طفل وحيد في بيته حزين جدا. فلعب الرياضه تعتبر ايه؟ الراعي الرسمي للوحده. لعب كره سرعه ايه اللي هو انت يا عيني مش لاقي واحد يلعب ضدك، هو ساعتها ما كانوش لسه اخترعوا بلاي ستيشن عشان تلعب ضد الكمبيوتر، فجابوا عمود علقوا فيه كوره وادوك مضرب، تك لما الكوره تلف لك اضربها، تك تك. لعبه يا جماعه حزينه حزن. وباي ذا واي المعلومه ليكو، كره السرعه دي لعبه اختراع مصري 100%، انتوا عارفين كده؟ دي معلومه مهمه، فانا مش عارف ازاي احنا مش مهتمين بهذه الرياضه، بس هي رياضه واحده فشخ، انت ما فيش حد يلعب ضده، ما عندكش اصحاب، دي رياضه اللي ما عندوش صاحب، خد كوره علقها في عمود واضربها، هو العمود بقى يروح بقى، فاهم انت؟ حزن فشخ. لحد ما جه واحد كده وقف قال لك جماعه ما وحشكوش جده الله يرحمه. فلو جدنا مين؟ جدنا راجل الكهف. يا جماعه ما وحشكوش الرمح بجد؟ ما وحشكوش كده الرمح كده والسهم والكوس؟ ما وحشكوش؟ يلا يا جماعه لا يلا 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 العاب قوه، يلا العاب قوه يا معلم. ايه العاب القوه دي؟ العاب القوه دي بقى يا جماعه هي مجموعه من الالعاب الراندم فشخ اللي حطيناها وعملنا منها بطوله. خلوا يا جماعه عايز اقول لكم حاجه، كل اللي انا قلته ده انت لو فكرت فيه هو مبدا طفولي جدا، بس في واحد قلبه جد. يعني مثلا ايه الهاندبول، في ناس ما كانت ماسكه اكيد حجر في يوم من الايام بيرموه لبعض، لحد ما واحد قال طب يا جماعه جدعان ده سنس بتاع جدعان، والله ده سنس الجدعان، هو جدعان بجد يا جماعه، يلا بقى بجد يا جماعه بجد. معلم احنا بنهزر، لا 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 بجد يا جماعه. طب هنعمل ايه؟ هنعمل بطوله فشخ، وهنعمل كاس، وهنعمل دوري، وهنعمل روح تنافسيه ملهاش اي ام لازمه، بس يلا نعمل حاجه. فدايما يا جماعه في كل رياضه هتلاقي واحد قال لك يا جدعان بجد بقى بجد
بجد هنعمل ايه؟ هنعمل بطوله يا جماعه، هنعمل بطوله يا معلم. انا برميله الحجر يعني بطوله ليه؟ لا 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 لا، هنعمل هنعمل بطوله جدعان، بجد بجد يا جدعان. زي بالظبط موضوع الجري، انت لو فكرت في سباق الجري ده، انا اعتقد ان هو كان في ناس بتجري برضو عشان تحافظ على صحتها، فواحد جاء كده قال لك يا جماعه طب ما نحط خط. فواحد قال له ليه نحط خط نعمل بيه ايه؟ قال له ما فيش، هنحط خط واللي يوصل الاول. فلو طب ليه؟ ما انا بحب محمد صديقي ده، مش عايز يبقى فيه كده اللي هو ايه انا اكسب. لا 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 لا، هنحط خط. جدعان جدعان بجد جدعان بجد. ايوه طب احنا بنجري في العادي، بنجري في الصحراء. لا 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 لا، جدعان 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 بجد 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 يا مان، هنجري بجد وهنعمل بطوله. ليه بطوله؟ قال لك هو كده. فقال لك طب انا مش بحب اجري. فزعل فمشي. فواحد جاي قال له انت بتعمل؟ قال له انا ما بمشي. قال له طب ما جدعان، طب ما جدعان، طب ما بجد بجد. قال له ايه؟ قال له بجد بجد بجد، يلا بطوله. بطوله لايه؟ انا بمشي. قال له ماشي ماشي ماشي، هنعمل بطوله مشي. فاختاروا رياضه المشي. دي غريبه جدا يا جماعه بالنسبه لي والله العظيم. رياضه المشي دي هو بجد احنا بنعمل رياضه من الموقف. يعني بحس والله العظيم ان في رياضات اخترعوها عشان في موقف وقلبوها جد. يعني عملوا سنس اللي هو جدعان بجد ده، سنس ده سنس الجدعان بجد. واحد جنبي بيمشي جنب التاني فمد، فالتاني مد سنه، فاهم اللي هو الكلام وبتاع، فاهم؟ فقام جاي واحد قال له طب ما يلا بجد. يقول له يلا ايه يا ابني، احنا بنتمشى. احنا لا يا جدعان، لا لا بجد يا جدعان، هتعمل ايه؟ هعمل بطوله، هنعمل بطوله يا جماعه، يلا يلا بطوله بطوله فشخ. وابتدى بقى ايه العاب القوه دي بقى ايه، انت حاجات القفز بالزانه دي حاجه راندم فشخ. مين اصلا اللي جه في دماغه وهو بيجري يحط عصايه في الارض عشان تنطره لفوق؟ يا جماعه حاجه غريبه فشخ. الانسان مريض بطبعه ده، الموضوع لازم دي روح اكتشاف غريبه. يعني زي مثلا اول واحد مثلا قرر ان هو يحط ايده في مناخيره ويطلع فاهم بربوره ويقعد يفركه في ايده، نفس الفكره بالظبط. هو اخترع حاجه اول مره، بس نحمد ربنا ان لما اللي حط ايده في مناخيره اول واحد ده ما كانش في حد جنبه عمل له سنس بجد يا جدعان. والله العظيم تخيلوا لو كان ده حصل، واحد بيحط ايده كده في مناخيره ويطلع كله. طب مين طب ما بجد، قال له بجد اللي يطلع امان بربور اكبر امان بجد بجد. خلاص يا جماعه بطوله بطوله يا جماعه بطوله 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 يا جماعه بطوله، خلاص خلاص يلا بجد بجد. كان ايه اللي هيحصل والله العظيم؟ افهم مثلا رمي الرمح مثلا، ان انت زمان كانوا جدودنا بيرموا الرمح عشان يصطادوا الحيوانات، فقال لك خلاص مش طبعا مش هنصطاد حيوانات عشان في بوليتيكال كوركتنس وفي ناس فيجنز، عشان الفيجنز ما يزعلوش، فما ينفعش نعمل بطوله ان احنا نقتل حيوان، فهنرمي الرمح في الليمبو في البولو في نادي سبورتنج، فاهم؟ حته واسعه نرمي الرمح هناك. انما رمي الجله يا جماعه دي انا رياضه مش فاهمها في حياتي لحد دلوقتي، لان هي كمان بتخرج بره اطار الرياضه. انت تلات ارباع بتوع الجله اوفر ويت، كل واحد بيلعب فاهم كرشه قد كده، دي مش رياضه يا معلم. وايه الفكره في ان انت تحط كره على رقبتك كده فاهم، خبودي كده خبودي، وتلف تلف وتخ وتسكس ترميها بعيد. يا جماعه الموضوع طفولي فشخ والله العظيم. انت بترمي كوره بعيد، اللي هيرميها ابعد يا ولاد هيكسب. هي بجد كده لحد ما جه واحد جدعان بجد جدعان 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 بجد. بطوله 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 ايه يا مان؟ انا برمي الطوبه بعيد. بطوله يا مان، اسمع اسمع اسمع، جدعان بجد جدعان بجد جدعان بجد، لحد ما قلب بطوله. نيجي بقى طبعا للعبه الاكثر لذاذه، الوزب في الرمله. يعني ايه يا جماعه؟ والله العظيم يعني انا مش فاهم يعني ايه. يعني دي اكيد يا جماعه والله العظيم اللي اخترعوها شويه اطفال. احنا بنجري بنجري وبننط في الرمله، فواحد قال جايز جايز معلش ايه بجد بجد، خلاص بجد جدعان بجد بجد. ايه يا حبيبي؟ احنا دلوقتي على البحر في المنتزه وبننط. طب جدعان جدعان بصوا 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 ارتجال. طب بصوا جدعان بجد، اللي هينط ابعد هو اللي هيكسب. ليه ليه احنا بنلعب بنلعب ليه ليه بتقلب الموضوع جد؟ لا 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 جدعان 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 بجد. هي لعبه الرمله ما ينفعش يكون اللي اخترعها بطريقه مختلفه على اللي انا بقولها. انتوا فاهمين يعني ايه لعبه واحد بيجري وبينط في الرمله؟ ايه الهبل؟ انا قلت لكم الحلقه دي في ناس كتير هتزعل مني، ولسه ربنا يستر والله العظيم. احنا كده كده يا جماعه بنشجع كل الرياضات عشان في اولمبياد جايه، فاحنا بنشجع الشباب والله العظيم. بس دي بودكاست كفايه بقى، وفي ديسكليمر في الاول بيقول ان اي حد مش هيعجبه الحلقه. خلاص بقى انتوا فاهمين القصه. فلازم فالوزن في الرمله دي رياضه مضحكه فشخ، فاهم؟ انا بجري وبنط في الرمله. طب ما تكمل لعبه يعني، لما تنط في الرمله ما تقومش بقى، اقعد بقى احفر فاهم، اعمل ساند كاسل وبتاع، اتسلى بقى ما انت خلاص نطيت في الرمله. في طبعا عبد الجبار هقول له حاسس ان انتوا بتعملوا والله احنا بننط في الرمله بنعوم بنجري بنلعب سلاح شيش بتاع. فقال طب ما انا بعرف اعمل كل الكلام ده يا جماعه. فقالوا له طب ما هنعمل ايه؟ قال لنا خلاص يا جماعه مفيش مشاكل، عادي عادي عادي، خلاص خليكم زي ما انتم، انا هعمل تراياثلون. وفي واحد بقى عبد الجبار هزقوله اكتر، قال له انا هعمل بنتاثلون خماسي حديث. يلا بقى يلا يا ابني، ليه 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 بتعمل كده؟ هو كده خلاص يعني هتعمل ايه؟ انا هلعب عوم
وهجري والله انا متاكد الموضوع ابتدى ارتجال اللي هي اول رياضه اول خمس رياضات جم على مخه وحشوت بالمسدس وهلعب سلاح ها وهلعب سلاح ومش وبس وحامل شيش خلاص خلاص ليه يا مان هو محدش انت بتتحدى نفسك ليه انت ليه بتعمل كده الموضوع ملوش اي يعني خلاص العب رياضه واحده وركز فيها لا هو عبد الجبار هقول قرر ان يا ابني انا هلعب كل حاجه لدرجه ان في والله العظيم ثلاثه من كتر بقى البعض بقى في لعبه اسمها السباعي ولعبه اسمها العشاري يا جماعه في رياضه اسمها العشاري ليه انت فاهمين قصدي ليه سيبكم من اسمها طبعا هو تخيلوا ان في رياضه اولا اسمها العشاري ده مبدئيا تخيلوا لو العشاري بجد بقت رياضه تخيل لو العشاري بقت رياضه يا امي عديها كفايه انت اللي جيبهم اسرع وبتاع ياما فوالله قال لك احنا هنلعب 10 رياضات يا مان هتتمرن امتى ده انا بالعافيه بروح الجيم ساعه في اليوم 10 رياضات ليه فرهضه انا قصدي الموضوع غريب منطق غريب فشخ احنا الانسان وصل لمرحله مش عارف يعمل ايه في نفسه ككائن بشري فابتدى ايه اللي بشعر اصفر ايه ابتدى يشز مع صاحبه ويبقى الجي بي تي كيو ففي لحظه كده قال لك انا مش هلعب رياضه واحده انا هلعب 10 رياضات فاهم الانسان غريب جدا برضو والله اللي جماعه اللي اخترع لعبه العشاري دي ده محتاج يتعالج نفسيا ده محتاج بجد هو يعني اكيد فشل في رياضات كتير جدا فقال لك خلاص 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 انا هلعبهم كلهم جايز انجح في واحده ده عارفين ان العيله اللي كانت محتاجه تروح ثيرابي بس ما راحتش فلعبت خماسي حديث فاهم قصدي يعني انت يا عيني مش عارف تثبت نفسك في الحياه ودايما ابوك حاطط عليك انت فاشل انت فانت عشان تثبت له ان انت ناجح لعبت خمس رياضات عشان اكيد هتنجح في واحده فيهم فاهم قصدي الناس هتزعل مني فشخ بس تمام طبعا رفع الاثقال انا برضو مش فاهمها خالص يعني انا بالنسبه لي تعال نخش جيم انما يبقى هدفك مين اللي يشيل اتقل يا جماعه اللعبه دي مبنيه على النكد ايه النكد ده في ايه ليه اصلا انت فكره ان انت بتلعب رياضه تشيل اتقل ليه طبعا كاراتيه دي طبعا زي ما احنا عارفين يا جماعه دي لعبه بوجيخ المفضله بيلعب بالكاتا كيا سي لعبه بودي المفضله طبعا كلنا عارفينها الكاراتيه لو اللي ما عندوش معلومات يعني فيها نوعين في الكوموتيه اللي هو فايت اكشري يعني يلا نضرب بعض وبتاع وبقت برضو جدا لان زمان كان بيبقى في نوك اوتس والعيال اصلا ما كانتش زمان يا جماعه ما كانوش بيلبسوا جوانتي يعني كانوا بيلعبوا برق كانت لعبه رجاله دلوقتي بقى يلبسوا جوانتي وابتدى المفروض اللي حتى كان في واحد سعودي كان المفروض يكسب اولمبيكس اللي فاتت بس عشان ضرب واحد وعمل له نوك اوت فقال لك لا دي ضربه خطر طب ما هي اصلا ما انت بتضربوا بعض يا جماعه ايه العلويه دي يعني مش فاهم ليه بقينا كده حتى التايكوندو مثلا يلبسوهم حاجات عشان الولاد ما تتاذيش طب ما هي دي لعبه مارشال ارتس انت ليه دخلت ابنك فيها طالما انت مش قد ان انت تشوف ابنك بيتدرب تعالوا لو هنعمل حاجه ناخدها لحد الاخر فبقى الكاراتيه كوموتيه زي ما قلت لكم وفي الكاتا والكاتا بيتعملها بطوله الكاتا عباره عن ايه الكاتا هي مجموعه من الحركات بترتيب معين بتعملها قدام الحكام ويبتدوا يدوك درجه ليه انا فاكر انا قعدت سنين من حياتي العب كاراتيه وصلت الحزمه يعني خدت حزام اخضر ووصلت الحزمه حلوه يعني انا لحد اخر لحظه انا مش فاهم احنا ليه بنعمل كاتا يعني الكاتا دي عامه ملهاش غير استخدامين في الحياه ان انت تخوف واحد بيتخانق معاك يعني مثلا واحد جاي يتخانق معاك فانت عملت شو سي 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 فقال لك حد واحد هيحكني فاهم انت لا 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 خلاص تمام يا كابتن انا اسف وبتاع عشان في لو السي من دول جم في وشي انا اسف او ان انت لو طلع لك سته وهجموك بنفس ترتيب الكاتا هتعرف تكسبهم بس الكاتا ملهاش اي معنى غير كده تخيل انت فاهم طلع عليك سته وسبحان الله شوف الصدفه ضربوك بنفس ترتيب السكه سي في واحد واقف هنا وبالصدفه واحد واقف فوقيك سي وواحد واقف تحتيك سي فكسبتهم كلهم otherwise ملهاش اي لازمه الرياضه الجايه دي في ناس كتير بجد هتزعل مني لان انا اي توتالي بليف في الرياضه دي عامه الا وهي الجيجيتسو الجيجيتسو يا جماعه انا مؤمن بيها جدا من احسن الرياضات اللي ممكن تساعدك في الريل لايف بقى في الريل فاكينج لايف خناقات الشارع هي الجيجيتسو انت تاك تريك خلاص كسبت بجد يعني اللي بيلعب جيجيتسو زي كريم ياسر هيزعل مني فشخ في الحلقه دي الجيجيتسو لعبه رجاله ولعبه صعبه بس انا بالنسبه لي دي اكتر لعبه شزوانيه انا شفتها في حياتي كفايه ان هي اصلا بتبدا ببوزيشن السكس الميشنري يعني واحد نايم على ظهره فاشخ رجليه واحد فوقيه
يعني العيال دي لو مش رجاله بجد هيبقوا مبسوطين جدا، يعني هيبقوا بجد هيبقى بالنسبه لهم ايه رياضه وسكس، فاهم؟ الله جمعنا ما بين الاثنين، لعبه شزوانيه فشخ، رغم ان هي لعبه رجاله. والله والله عشان انا لو قابلت واحد في الشارع وسمع الحلقه هيفشخني. اسمع بس يا كوتش من النبي اساس قبل ما تعمل حاجه، لعبه رجاله بس هي الكونتكست بتاع شزواني فشخ. يعني تخيل انت مثلا واحده من السبمشنز دول انت عادي جدا يبقى وشك في واحد في بلبل واحد وبيخنقك وانت عامل تحك في، فاهم؟ اللي هو الموضوع مش بيس، فاهم قصدي؟ يعني ده لو واحد شاذ لعبها بجد هيبقى اسعد ايام حياته. اللعبه انا اللعبه دي يا جماعه والله العظيم ساعات بقى اشعر اللي هو فاهم احك بولبلي في ظهر زميلي عشان اكسبه. لا ما انا ممكن اكسبه من بعيد، يعني انا بحترم جدا البوكسنج، مفيش ما تلمسنيش، فاهم؟ يعني لعبه البوكسنج احترمها كمارشال ارتس. ان لا بص ابعد 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 بس ابعد ابعد سنه ابعد سنه ايوه بس اضربني من هنا. انما فكره بقى حد كلمه مبسوط، لا 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 يا جماعه، لا 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 يا جماعه، لا لا ما وصلتش لكده والله العظيم. وان نحن نلحوس في بعض زي مثلا اليو اف سي، اليو اف سي برضو فيها سنس شزواني برضو انا مش بفهمه، اللي هو وصلت لدرجه ان انت بتتعور وانا بتعور وبنمسح دم بعض في بعض، فاهم؟ ده ديانه جديده، دي ديانه افريقيه جديده تحت، فاهم؟ اللي هو يوم جاي فاهم دابح وطواط وشرب دمه، نفس الفكره ان انت تتعور وانا اتعور ويلا نشير لحوسه الدم مع بعض. لا لا في جماعه حكايات بتبقى لا والله العظيم بلاش. طبعا الرياضه دي يا جماعه اتعملت عشان البوليتيكال كوركتنس، الا وهي السومو. والله العظيم انا مش لاقي اي سبب تاني ان هي تتعمل له غير البوليتيكال. هنسيب التخان يا جماعه؟ طب ما هو لازم نعمل لهم حاجه يا جماعه، يا جماعه طب ما مش هنسيبهم. لا لا مش هنسيبهم، شكل النار طلعت، مش هنسيب الناس الاوبيز، هنعمل لهم رياضه. انا ما عنديش مشاكل نعمل لهم رياضه، مفيش اي مشكله، بس ما نلبس كلوت، ومش اي كلوت، هو كلوت جي سترينج، فاهم انت؟ هو اصل البوبوهات هناك بتبقى كبيره، طب لبسه كلوت يكفي. لا هو شمط، فاهم؟ هوبا كلوت دخل، فاهم انت؟ زيرو جي سترينج جوه. ليه يا جماعه؟ لا 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 يا جماعه مش بيس والله العظيم. ليه 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 ليه؟ اليابانيين على عيني وعلى راسي اكتر ناس ديسيبليند في العالم، حتى في افلام السكس بيحطوا نغمشه على الحاجات اللي ما ينفعش تشوفها. طب ما ده فيلم سكس اصلا، يعني فاهم؟ يعني انا داخل عشان اشوف سكس؟ لا هو بيوريك السكس كله، مفيش اي مشاكل، بس مش هتشوف البولور، معلش يا معيب مش هينفع، انت هتشوف كل حاجه تانية، البلبل والفريسكا بتاعت الست مش هتشوفها، سوري دول سنسورد، فاهم؟ عندهم مبدا غريب فشخ، بس عندهم مبدا. فطالما انت اوريدي عندك مبدا ما تكمل على كده. ايه الكلوت الجي سترينج اللي بتلبسه اللي بتوع السوم ويرش ملح على الارض؟ ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ بترش ملح على الارض ليه؟ انت هتاكل الارض كمان؟ في ايه؟ مش كفايه اللي انت اكلته؟ طبعا الحلقه دي والله هبقى كنسلت فشخ انا متاكد. فالسوم برده غريبه جدا. ندخل بقى في رياضات برده اللي انا عمري ما فهمتها بس بستمتع جدا بفرجتها، وهتلاقوا ثلاث ارباعك والله لازم كل اللي بيسمعني وبيتفرج عليا هتلاقيه بيحب فشخ الرياضه دي، اللي هي بتاعه الوينتر اولمبيكس. ان في واحد كده بيمسك حاجه كده شبه الكتل، عارفين الكتل اللي هو بيبقى تيفال ده، وبيبتدي على التلج يتزحلق ويزق الكتل ده على القفا، الكتل بيبدا يتزحلق وفي اتنين مسخرين ان هم يقعدوا يمسحوا التلج وهو ابن بيتحكم فيهم برضه، اللي هو بيقول لهم امسح امسح يلا يلا، ويبتدي يوطي كده ويبص، فاهم انت؟ يرمي التلج يلا جو 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 امسح، بس وقف مسح وقف مسح، امسح تاني امسح تاني. انت ايه يا ابن انت مستعبدهم؟ وتخيل يا عيني العيال دي شغلتهم الاساسيه ان هم يمسحوا التلج بس كده، انت فاهمين؟ اصل ده اولمبيكس، اولمبيكس ده غالبا اللي بيلعب اللي بيوصل لمرحله الاولمبيات ده بيبقى واحد هو شغلته دي الرياضه دي، خلاص هو بيقبض فلوس عشان يلعب هذه الرياضه. تخيل بقى واحد منهم انت حياتك عباره ان انت تقعد تسيق التلج بس، ومش بتسيقه عشان انت ذكي، لا ده في واحد كمان بيتحكم فيك، يلا يلا سيق يمين، طب سيق شمال، ها بقى فاهم لحد ما بتاع ويدخل في النص يكسب خلاص. لعبه غريبه بس هي ما تفهمش ممتعه، بقى تحسها فتش كده، هي ممتعه بس غريبه. طبعا بقى في لعب الهزي بقى، احنا بنهرج بقى يا جماعه، يعني في رياضات والله العظيم هي اتقلبت رياضه علشان في حد قال لي يا جدعان 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 بجد يا جدعان خلاص خلاص والله بطوله 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 خلاص. زي مثلا لعبه الضرب بالاقلام، دي لعبه بشوفها كتير فشخ، بتطلع لي على تيك توك كتير فشخ، ان واحد واقف قصاد واحد كل اللي هم بيعملوه ان بيلطشوا بعض اقلام بيسفخوا لبعض. طب ما تيجي نلعب بوكسنج رياضه بقى، فاهم انت؟ نخس على قليل، لا 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 هو اتنين واقفين وكل واحد فيهم طخ، واللي يكسب هو اللي بيوقع التاني يغمى عليه الاول يديله نوك اوت. ايه يا جماعه ده؟ انا متاكد برضو ان دي كانت اتنين قاعدين بيتخانقوا، واحد ده ضرب التاني قلم فالتاني ضربه قلم، فقالوا يا جدعان 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 بجد بجد، قالوا له ايه انت هتفك ما بيننا خناقه؟ لا 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 بطوله بطوله يا جماعه، دي بطوله بطوله ايه؟ بطوله. لدرجه ان في دلوقتي
لعبة سبانكات، معرفش عدت عليكم ولا لا، ودي بجد يا جماعه والله العظيم ثلاثة، مش بقول لكم كده مثلا ان هم بيعملوها هزار فالناس مثلا الناس بتضحك اللي هو لا، الحكم يا جماعه واقف سيريس فشخ بيشوف واحده بتسبانك والله العظيم ثلاثة، وهنزل لكم الفيديو على الجروب. والحكم انا اول ما اتفرجت على الفيديو ده افتكرت اللي هو ايه فور انترتينمنت، يعني اللي هو نايس ماشي 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 ماشي. لا انا لقيت الحكم واقف جد فشخه بيحكم، اللي هو ضربتها على لا وهي بتعترض، يا حكم بقى ايه الخرا ده، بس خلاص امشي هديك انذار، امشي هديك انذار، لا ما اتحركتش كويس امشي من وبيتكلموا جد فشخ. وانا اللي هو انا لحد اخر لحظه متخيل ان مثلا سكتش في اس ان ال اللي هو هم امتى هيضحكوا، فاهم؟ انا لحد اخر لحظه هو امتى حد هيطلع يقول ايه رايكم ضحكناكم، طلع يا جماعه لحد اخر لحظه دي بطوله بجد، لحد ما واحده تقول اي بوباتش وجعتني خلاص يبقى الثانيه اللي ضربتها هي اللي تكسب. وحيات رب هنزل لكم الفيديو، انتوا مش مصدقيني، بس احنا بنعمل حاجات غريبه قوي كانسان يا جماعه والله العظيم. احنا بقينا نعامل الرياضات دي والله العظيم زي بالظبط افلام السكس، والله العظيم ده مثال غريب شويه، بس انتوا عارفين الافلام السكس بيعملوا لها جوائز زي الاوسكار، اقسم بايات الله ده بالظبط اللي بقول لكم عليه سنس اللي هو جدعان بجد، اللي هو موضوع يا جماعه ما ينفعش ناخده جد، بس في حد قال كده جدعان بجد خلاص جماعه بجد، انا بقى جماعه ما حدش هزر بجد، ده سنس يا جماعه بجد. ان هو انا متخيل افلام السكس بدات ازاي، ان واحد كده كده شغال مع واحده حلو الكلام، ففي يوم من الايام قالت بقول لك طب انا عندي كاميرا، قالت له هنعمل ايه بالكاميرا، قال نصور اللي بنعمله ايه المشكله، فصوروا اللي بيعملوه فعجبهم الموضوع ففرجوه لاصحابهم، فاصحابهم طبعا ايه ده دي حلوه دي يا جماعه طب ما تعملوا لنا اكتر، فحسوا ايه طب ما يلا نعمله اكتر. هنا بقى سنس الجد اللي هو طب ما تيجي ناخده الشغلانه، ايه الشغلانه في ان انت تنط عليا يا اشرف، قال لها لا طبعا لا شغلانه لا 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 بجد سهير لا لا بجد بجد حبيبي طب ما تيجي على بعض فور فان لا 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 بجد لا سهير بجد بجد طب هنعمل ايه لا هنصور وهنبيع الافلام دي وتطوروا الموضوع لدرجه ان في جوائز اوسكار للسكس يا جماعه بتاخد بيست اكت اكترس اوف زير، وكل اللي هي عملته ان هي بتنط هي يعني ازاي يعني والله، وفي بيطلعوا على المسرح بيعيطوا من الفرحه ولسخريه القدر. بس دي والله واحد حكى لي مش بتفرج قوي يعني مش يعني ممكن بس مش بتفرج على الجوائز، ما وصلتش انا هتفرج كمان على الجوائز فاهمين قصدي. واحد صاحبي بيحكي لي ان هو اكشلي قاعد مره يتفرج على الجوائز، بيقول لي واحده طلعت تستلم جايزه منهاره في العياط من الفرحه، بجد يا جماعه انا السنه دي تعبت كتير عشان الجايزه دي وتعبت قوي 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 وتعبت تعبت رجاله كتير قوي معايا انا مش مصدقها، وعايز اشكر بابايا وجوزي، وباباها وجوزها طلعوا معايا على المسرح اللي هو انت بتعمل ايه يا جماعه احنا ازاي وصلنا لكده والله العظيم. يعني هي بتستلم جايزه ان هي السنه دي اكتر واحده تمام وفخوره جدا بهذا الانجاز، وبتطلع ابوها وجوزها شوفوا بنتكم بقت فين اكبر شطه في العالم انا ده شرف. فوالله العظيم الموضوع قلب كده علشان في واحد قرر ان جدعان بجد بس كده. في حاجه من ضمن الحاجات اللي نفعتني انا شخصيا انا كعلاء بس انا مش مقتنع بيها، فكره التفوق الرياضي. يا جماعه لا ابعدوا الرياضه عن المذاكره، في عيال بتذاكر وشاطره بجد ليه يعني. انا كعلاء انا دخلت هندسه اسكندريه عشان جبت 3.5% تفوق رياضي، انا من غير ال 3.5 دول والله العظيم و 3.5 بالظبط يعني مثلا اياميه مثلا هندسه اخذت 92.1 انا جبت مثلا 89 بوينت حاجه وزودت علوم الثلاثة ووصلت بالظبط ل 92.1 دخلت هندسه اسكندريه وخدت مكان واحد تاني. ايه يعني غريب فشخ يا جماعه ان سوزي انت بجد بتلعبي جمباز ايقاعي تحفه، انت الاولى على الجمهوريه انت هتخش طب ايه ده يعني ايه فاهم قصدي يعني انت عشان بجد بتلعبي جمباز ايقاعي شاطره انت شاطره في الجمباز الايقاعي يلا روحي يلا روحي اعملي غرز لواحد يلا يلا يا سهير يلا امشي يلا برافو يا بنت برافو يا بنت يلا روحي اقفلي بطن العيان ده يلا بسرعه شاطره يا جماعه سقفولها يا جماعه مش منطق حاجه غريبه جدا الصراحه. وانتوا عارفين باي ذا واي كده معلومه، انتوا عارفين ان الجمباز الايقاعي عليه درجات ابتسامه، انتوا فاهمين الهزي احنا يا جماعه الانسان ده فاضي فشخ يعني. الجمباز الايقاعي اللي هو ارض واسعه وبيشغلوا مزيكا وفي بقى البنت اللي بتطلع بكوره البنت اللي بتطلع اللي هي الشرايط وبتاع وبيعملوا عرض لذيذ جدا والناس عندهم درجات على الابتسامه ان هي لازم طول العرض تبقى عامله كده يعني ايه
طب افرض هي عندها تروق، افرض هي طالعه يعني انت بتبقى طالع متوتر، اي رياضه في العالم ايا كانت انت بتبقى طالع متوتر فبتبقى مشدود، ليه تجبرني ان انا اضحك اللي هو غصب عني عشان اخد درجات الابتسامه؟ يعني صعب، صعب قوي، صعب. ليه؟ وبعد كده الجمباز الايقاعي ده انا كنت بتمرن فتنس في نفس صاله الجمباز اللي كان بيتمرن فيها كل بتوع الجمباز في نادي سبورتنج، كنت بلعب غطس فلازم بتمرن فتنس الصبح وبالليل بتمرن في حمام السباحه، ده كان يومنا. انا عاصرت البنات دي اللي في الجمباز الايقاعي، تلات ارباع تمارين الجمباز الايقاعي البنات بتعيط. ليه؟ لان انت لو شفت بيعملوا المرونات ازاي، البنت بتنام على ظهرها تفتح رجليها والمدربه تنام عليها عشان تفرد رجليها 180 درجه. الركن بتاع الجمباز الايقاعي كان كله عياط لدرجه ان انت ممكن تسمع مثلا 3 4 بنات بيعيطوا في نفس الوقت. تفتكروا مثلا ايه موسم مهاجره الطيور؟ والله العظيم من كتر ما ببص الاقي البنات مفشوخه. ليه يا جماعه بنعمل في بناتنا كده؟ فاحنا عملنا رياضه يا جماعه، عملنا رياضه. بس اكتر حاجه مستفزه عملناها في الرياضه حاجه اسمها الروح الرياضيه. انا يا جماعه كعلاء مش مقتنع بحاجه اسمها الروح الرياضيه بالاخر. اصل هنمثل على بعض، انا نازل الملعب ضدك، انا هستغل كل فرصه ان انا اهين شرفك. بلاش نمثل على بعض، والنبي يا جماعه بلاش نمثل على بعض، بالذات يا جماعه في البوكسنج واليو اف سي، بالذات في الرياضتين دول. ليه؟ اولا انتوا من قبل الماتش بتستفزوا بعض، يعني مثلا ايه كونر ماكراجر وخبيب وهما بيلعبوا الماتش قبليها بقى بشهر بيستفزوا، وتوصل لمرحله مش استفزاز اللي هو من اجل الميديا اللي هو عشان بس نشعل الدنيا ويضربوا بعض والصحفيين ويحصل حوارات وبيعملوا بلبله بنت وز. لا دي بتوصل لمرحله ان كونر ماكراجر قال حبيب، قال له انت ارهابي، امك ارهاب، اللي هو احنا وصلنا لاهانه. يعني بص يا جماعه ايام محمد علي كلاي وبتاع، وانا هضربك وانت هتضربني وهضربك في الجوله الاولى وهقتلك في الجوله الثانيه وبتاع كل ده، بس انت ارهابي وامك شطه لا دي ثواني بقى، ثواني دي مش رياضه، فاهم قصدي؟ ندخل في اهانه؟ لا ان دي مش رياضه. فانت اوريدي بتستفزوا بعض فشخ من قبل الماتش بشهور، وفي الماتش بتهينوا ايمانات بعض، وبتبقى انت اصلا في مصلحتك ان خصمك ده يموت. ليه؟ لان اصلا عامه انت لو اللي ضدك ده مات في الماتش انت مش هتتحاسب جنائيا، لان دي رياضه. يعني لو في لعيب مات في ماتش بوكس خلاص دي رياضه يا جماعه، ما قتله، فانت عادي جدا انت من مصلحتك ان الشخص اللي قدامك ده يموت عشان تكسب الماتش، مش بتضربوا بعض في كونتكست الماتش. لا بيحصل خناقات جوه الماتش، والمدرب بتاعك ينزل يضرب المدرب بتاعهم، والبودي جاردات تيجي تفك وتكملوا الماتش تاني، وهو في نص الماتش يوم جاي على ابوك على اختك وسبب الدين لامك ويشتم عيلتك ومش عارف يعمل ايه، ويكسر لك دلعك ويبقى عارف ان دلعك مكسور ويقعد يضربك فيه طول الماتش عشان عارف ان دي نقطه ضعفك دلوقتي. ولو مثلا عندك اصابه في ركبتك من السنين اللي فاتت، لو انت في يو اف سي هيقعد يضربك في نفس ركبتك اللي انت مصاب فيها، انت بتدي هيومنايز، انت مش انسان، ويكسر لك مناخيرك ويفتح لك حاجبك وما يوقفش الماتش. يعني مثلا لما يضربك يحس او ماي جاد انا عملت ايه، بيكمل ويضربك في حاجبك تاني عشان بدل ما تاخد غرزتين تاخد 9 غرز، وفي اخر ماتش جاي مديك القاضيه ولما تقع يروح يطمن عليك. يا جماعه بتضحكوا على مين؟ وفي اخر ماتش يروح فاهم يقومه كده، انت اخويا انت اخويا فشخ وبتاع، انت كنت راجل في الماتش وانت كمان كنت. المشكله بقى ان اللي اتضرب كمان بيصدق اللي حبه الهبل ده. يعني روح رياضيه ايه في البوكس واليو اف سي؟ والنبي بالله عليكم يا جماعه، والنبي ما تنقطنيش، انت واحد هدفك تقتله ما تقوليش روح رياضيه خلاص. يعني تعالوا، انا ما بحبش، انا كعلاء ما بحبش المياعه، ما بحبش اللي في النص. الرياضه فيها ضرب يبقى ما فيهاش روح رياضيه خلاص. انا هقتلك وهستغل كل اللي في ايدي ان انا اقتلك، مش هاجي بقى في الاخر اطمن عليك خلاص انتهى، انما اجي اطمن عليك وفي اخر الماتش لما الحكم يرفع ايدي انا الكسبان، او ما انا جاي بقى امثل، او ما جاي امسك ايدك انت رافعها يعني هو كمان كسبان. ده مش صح، ده غلط، ده مش حقيقي، ده مش حقيقي، this is not real خلاص. يعني طالما الرياضه مبنيه على الضرب نقدر. انا بقى مثلا ايه بحترم جدا رياضه الشيش. ليه؟ لان هم مش هنموت بعض يا جماعه، يعني مش هينفع نلعب بالسيوف جد بجد نموت بعض. فبنعمل ايه؟ بنلبس بدله كامله بتحمينا تماما، والوش وكل نقطه في جسمك محميه على شيء، والسيف حتى السيف البوز بتاعه من فوق محطوط عليه زي فله عشان ما يعورش خصمك خلاص. احنا يا جماعه الرياضه دي احنا بنيناها ان احنا ما ينفعش نعور بعض، احترمك جدا، انما ما ينفعش الرياضه يكون فيها دم وقتل وغرز وشتيمه واهانه ويشتم امك ويصاحب اختك على مراتك من وراك، وفي اخر ماتش يرفع ايدك قال يعني انت كمان اللي كسبان معايا. كمان ما حدش اشتغل. لا 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 بس، واعتقد ان انا هقفل هنا بقى خلاص، يعني هقفل الموضوع الرياضه ده هنا، لان خلاص بقى يا جماعه يا اما نلعب رياضه لنفسنا يا اما نبطل. انما المياع اللي في النص دي مش بشتريها. وارجع اقول لكم يا جماعه ان الرياضه مهمه،
احنا برنامج كوميدي ساخر فما تمام وبنشجع كل ابطالنا وبس اللي يزعل يزعل برضو معلش اللي يزعل يزعل. وشكرا جدا 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 لحسن استماعكم. بفكركم ان الحلقه هتنزل يوم السبت الساعه 7 بالليل على اليوتيوب, خشوا اتفرجوا عليها وقولوا لي رايكم في الحلقات الفيديو عشان بجد مهتم جدا اسمع رايكم. شكرا جزيلا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. أتمنى تكون عجبتكم هذه الحلقة من بودكاست كفاية بقى. كفاية بقى تقديم علاء الشيخ, كتابة ندى الشيخ, علي الخولي, علاء الشيخ, ميوزك برودكشن بلال علي, produced by The Podcast Productions. شكرا جدا جدا لحسن استماعكم ونشوفكم في حلقة قادمة من بودكاستكم المفضل كفاية بقى.